ربحانين 380,000 على ايدي. يلا يا زلمه ايش يا صايب؟ ربحانين 380,000 على ايدي انا. طب اشوف الشاشه بس بعد اذنك. استنى مع انها اسرار يعني، بس مشي يلا يعني نسمحش الاذر ديبارتمنت. صراحه الشاشه مش نافعه ومش مبينه الرقم. اشوف مركز ظبط صح هناك. اوكي ماشي. يعني تليفوني اللي طقعان ولا الرقم اللي مش راضي يبين؟ استنى قديش والله مو مبين يعني. 380 خلاص بنريح. اقرا لي اقرا لي 380,719.43 درهم. يلا مبروك. بدك تعمل بوست هسه؟ انت اللي بتسكر قاعد بالضبط. اشوف البوست اسجلها. يلا اكبس انت حط بي اول. حطيت بي. حطيت بي بس بصير انا اللي بقول لك البي. انا اللي بسكر قاعد. بس تسكتك بس انت سكر. حط البي اف 5. لا هي ما حسبتش حسابها. انت سكرت السنة. دي برين. إلى الأم الحالة. أنا سكرت 2010. أنا اللي سكرت. خلاص ما بعد. طب ما بدك تصورني عشان بدي أنزل على الفيسبوك. فرصة أختلن معلش. أهم أهم إشي. كيف طلع؟ قال. بس اهم شيء 100 اموت واعرف ال 2000 سنه يا زلمه 2500 نسيت بتنزل على الفيسبوك بتضحك. اوكي 2500 بس يعني المهم انت فهمت كويس كيف الكلوزنج بيمشي. استنى شوي. لا 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 استنى. انت فهمت كويس كيف الكلوزنج قال. المشكله انه ال 2500 وين كان وهذا اللي بدنا نشوف. طب اوكي احنا خلينا خلص بكفيني انا سكرت السنه. انت ضربت القيد. الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني الله يعني حليب ولا قلب. شو رايك تسكر؟ خلص برصص تعكش بدنا ننزل على الفيسبوك. طيب خلص دم 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 يلا خلص كل التوفيق. ساعة 12:53 غطي على الكاميرا عشان صوتك صرت ثانك يو. ينقال برصة سكر. يا راح تشوف يا ستوب ستوب.